حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم. حلقة جديدة من صغار ستار. كل مرة في كل حلقة ما شاء الله نجوم يسولفون طبعاً مواهبهم، تعرف عليهم أكثر. اليوم حنا وياكم راح نتعرف على المبدعين والمبدعات اللي حضروا معنا. عزوز اليوم لحاله في معانا في صغار ستار، الباقي كلهم بنات ما شاء الله. ها وش كيف شعور، كيف شعورك عزوز؟ ها كيف الشعور؟ نص نص يعني، انت لحالك كنت الولد فيهم يعني، بالباقي كله بنات صح؟ يعطيكم العافيه. خلينا نتعرف اليوم الموجودين معانا وحضروا معانا في حلقه صغار ستار. تعرف على المبدعه، تفضلي. غيوض العقيل. صوت عالي. غيوض العقيل. غيوض العقيل. عروب سريع. عروب سريع. نعم والله. نور العياب. نور؟ نور العياب. نور العياب. يوم قلتي نور قلت بس باقي لميس مدري ولا هو كذا ولا؟ ما له دخل في الموضوع صح؟ يلا وانت؟ عنود. العنود. عزوز. دانا. دانا. سما. ايش؟ سما. سما. الله عليك يا سما. سما اسمك ما شاء الله ونعم والله، وحياكم الله معانا اليوم في صغار ستار. عزوز اليوم جايبكم معاه واسطه. ها؟ تقربوا ولا؟ شلون؟ كيف صرتوا يعني تعرفون بعض؟ ما تعرفين. وانت؟ ما تعرفين كيف صرتوا تقربوا لبعض ما تعرفون؟ فجأة طلعتوا كذا لقيتوا يقرب لكم صح؟ ما شاء الله، يعني فتحتي عيونك لقيتي واحد يقرب لك اسمه عبد العزيز. صح؟ حلو. يعني ما فكرتي يوم من الايام يعني قلتي كيف جاء ذا يقرب لنا؟ ولا عادي الموضوع عندكم؟ عادي صح الموضوع؟ عادي مره. حتى انا مره صحيت من النوم، كل ما اصحى من النوم اشوف واحد يقرب لي. ما ادري شو السالفه. شكتهم ما ادري انت صح؟ وانت عبد العزيز؟ كيف يقربوا لك هذولي؟ ها؟ ما تدري عنهم. اول مره تشوفهم صح؟ بس يقربون لك. شفتهم يعني قبل؟ ايه. وين شفتهم؟ بيت جدتك. حلو، يعني بس شفتهم بيت جدتك وصرت تعرفهم. لا كان جو. هم جو، هم جو بعد يعني. بس اللي عارف ان هي انتم عيال خاله صح؟ لا. ها؟ عيال عم. عيال عم، حلو. عيال عم، اول مره تشوفون بعض وصرتوا تقربوا لبعض صح؟ لا. الا هم يقولون الا، صح؟ ما شاء الله عليكم. طيب اليوم ايش عندكم مشاركات حابين تشاركون معانا فيها؟ صراحة حلو اليوم يعني في صغار ستار، كل مرة اكتشف شيء جديد. اليوم شفت شيء جديد صراحة، انك تصحى من النوم تحصل ناس يقربون لي. ودي اني اصحى من النوم في اليوم احصل ناس يقربون لي. يعني مرة من المرات انا على فكرة اصحى من النوم اجي هنا في صغار ستار. احصلكم كلكم. حلو يعني الموضوع صح؟ طيب اليوم ايش عندكم مشاركات حابين تشاركونها؟ ايش الاشياء اللي تحبونها انتم؟ دائما البنات يحبون اشياء حلوه ومميزه، شباصات، مناكير، شو اسمها؟ مناكير، قصدي ميك اب، مناكير، تحبون تلعبون حريم مع بعض دائما صح؟ قبل نلعب حريم. صح؟ قبل نلعب حريم قبل تلعبون حريم، والحين ايش تلعبون؟ ما نلعب شيء. الحين تلعبون الجوالات اللودو صح؟ كم عندك مليون؟ انا والله عندي كذا صح؟ انا عندي 30. عندك 30 مليون؟ يا سلام. وانت؟ ما تعرفينها. وانت؟ 5 مليون. 5 مليون. انت تعرفين اللودو بعد ولا؟ تعرفها؟ تعرفين اللودو؟ كم عندك مليون؟ 3000 بس. ها؟ آه. كم؟ 500 بس. كم عندك في اللودو؟ ما تعرفها. تعرف اللودو انت؟ تلعب انت؟ كم عندك؟ اكثر منها. شلون؟ كيف اكثر منها؟ يعني جمعت لك 10 مليون. حلو. وانت يا عسل؟ حذفتها. احسن لك احذفيها، لان اصلا ضيع وقت بس طقك وطقيتي و30 ترى راحت. اخوات ياخذون جوالي يلعبون مليون كذا وبقالي 29000 بس. بقالي 29000 ما شاء الله. حلو. تسولفين معنا يعني 29000 شوي زين. في واحده صوتها حلو كان يعني صراحه نفسي، مع انه صح انه الواحد لما يكون كذا الظهر يصور صغار ستار يحس وده انه يسمع حلو يعني شيء حلو يعني منك انت. وين اللي عنده صوته حلو؟ انت سمعينا يلا نسمع اليوم وياكم الجميله اللي عندها صوت جميل. يلا تفضلي. تذكر
أفتكر اللحظات اللي بعتني فيها نظرتي ونبضات قلبي وانت تطفيها. جيت بحكي ما حكيت ما مدى انت مشيت وما التفات وانا من سبع سمن الاحزان. قلبت المواجع الشيخ على ذرغني لي يقول لك تذكر اللحظات اللي بعتني فيها. نبي شيء كذا فيه حماس شيء. تحبين انت؟ لا. الا اكيد تحبين امك وابوك. ما في حد يحب امه وابوه؟ الا كلنا نحب امنا وابونا صح؟ دائما ندعي لهم ونقول يا الله يا رب يوفق امنا وابونا، صح ان الام تقبصكم وتجلدكم بس من حب صح ولا لا؟ اهم شيء القبصه اللي هنا ولا في حد ذاكها ولا؟ كيف كانت؟ ها؟ خفيفة. حلو. غيركم من اللي بعد؟ اجل شيف كذا بثنتين ولا بوحدة؟ بواحد. حلو. احنا على زمننا كنا ثنتين وكعب والكلش. ايه ها؟ بس يقول لك ضرب الحبيب مثل اكل زبيب. يا سلام عليكم، يعني الوالدة اذا طقتنا يزيد طقها صح؟ اذا ضربتنا يزيد ضربها، تضربنا عشان تحبنا صح؟ وتهاوشنا عشان تحبنا، تبغى لنا الخير، صح ولا لا؟ وانت يا قمر، انت يقولون انك شاعره وعندك قصايد. الا اليوم واحده ما شاء الله صوتها حلو، ثانية شاعره عندها قصايد، يلا اعطينا قصيده. عندي قصيده. ها؟ عندي قصيده. افا. عندي قصيده. وين راح الشعر؟ طار الشعر. طبعا تعرفون هي مع الكاميرات وكذا والاضواء يطير تطير القصايد. طيب يلا انتم عندكم مشاركات بتشاركون فيها؟ عزي ما شاء الله هو طبعا عنده شيلات موقف الشخص قبل البرنامج هنا. لا. ها. مرسيدس جديد. لا. ها. موتر جديد ما شاء الله. طيب يلا عطنا شيله. شيله. يقول انك راعي شيلات انت تشيل وكذا. تحب البر، تصيد ضبان جربيع. لا. ها. بس جربيع. عطنا شيله يلا. قول. ولا شيء؟ زلزلة. ها؟ لا. يا ذا الزلزلة اللي تعرفونها كلكم أكيد. المدارس وكذا صح؟ حلو. طيب لما نسمع زي كذا؟ لا. شلون؟ شلون لا؟ أنا أبي دائما لما أسأل أقول شلون يعني علموني كيف لا؟ ها يلا. أول شيء. إيه. إيش أول شيء؟ ما تدري. حلو. ايش رايكم نشوف اخبار صغار ستار ونرجع لكم بعد فقره اخبار صغار ستار؟ خليكم معنا.